حاجة إن لازم الناس تفهم حاجة، إحنا بنعتبر عندنا عقيدة إن لا يوجد أي منظومة في الدنيا إلا لو كانت المنظومة الإلهية لا يوجد لها نقاط ضعف ونقاط اختراق، ولا يوجد أي تقنية في الدنيا لا يوجد لها تقنيات مضادة. فعشان كده أنا دلوقتي لما بتكلم مثلا في حاجات حديثة أو عشان كذا، إحنا في طبقة تانية فاعلة ممكن غير ظاهرة للناس بتشتغل بس بإمكانيات ضيقة جدا في التقنيات المضادة. إحنا عايزين بقى نعلي، إحنا عندنا يا جماعة على قد سوء التعليم في مصر وعلى قد الاختراق اللي حصل في مصر، إحنا عندنا أحسن عقول، إحنا فعلا عندنا أحسن عقول، يعني فعلا عندنا طيب. أحسن بس عشان تبقى في الإجابة بس عشان تقولت الإجابة في الكلمة وعشان الأستاذ هشام بس أستاذ هشام اللي بيكلم، إحنا الكلام اللي بيحدث ده جزء من كلام كتير تاني اللي هو النظام العالمي الجديد. النظام العالمي الجديد اللي هو مرتبط بنهاية العالم، يعني لو إحنا الأديان كلها عرفته بنهاية العالم، واللي الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيه إحنا في فتنة كبرى، بعد الفتنة الكبرى هتيجي بقى الحدوتة الكبيرة دي كلها، وقال مسيح الدجال اللي إحنا بنقوله مسيح الدجال هم بيقولوا عليه ملك العالم اللي هينزل، يعني هي دي الحدوتة. فعندما نكون إحنا داخلين على الفتنة الكبرى هيبقى كل حاجة شر، ما فيش حاجة خير، يعني هم لو فكروا يعملوا أي حاجة هتبقى الشر، لأن هم عايزين العالم كله يبقى مليار. ده في الإطار، يعني أرجو أن تكون الرسالة وضحت في هذا الإطار. في مين يا جمال؟ أستاذ محمد، تفضل يا استاذ محمد. مساء الخير يا استاذ ابراهيم. مساء الخير يا فندم. انا بشكر حضرتك جدا على استضافتك للدكتوره مايا صبحي، وانا كنت عملت مداخله مع حضرتك من يومين، وكنت علقت على الحلقه بتاعت الخميس 15/11 وقلت لحضرتك على الحاجات، على فكره هي ذكرت حاجه جميله جدا انا شفتها او جبتها بمعجزه جامده جدا، يعني اللي هي علي صوتك شويه او علي لنا الصوت شويه يا اخوانا هنا. اتفضل استاذ محمد اتفضل. اللي هي الافلام الوثائقيه الحكومه الخفيه التي تحكم العالم. يمكن الدكتوره مايا اكيد طبعا عارفه انا بتكلم في ايه بالتحديد يعني. حضرتك طبعا يعني احنا بنشكر ضيفه حضرتك، وطبعا كان من شويه كده في جماعه في التحرير طبعا خدوا الخيام بتاعتهم وراحوا عند قصر الاتحاديه على اساس انهم هيعتصموا هناك يعني. انا حبيت بس اقول لحضرتك المعلومه ديت. اما بالنسبه للدكتوره مايا، احنا بنستاذن بس حضرتك في ان هي تكلمنا عن هارب دوت، احنا عايزين يعني نعرف الموضوع ده بتفاصيله يعني. ما هو الموضوع الحكايه انت عارف طبعا في كتلفزيون ومساحه حلقه وكلام موضوع كده، فاحنا عايزين بس الاول نقعد انا والدكتوره مايا الاول نتفق ازاي احنا نفصص الحاجات دي كلها عشان نبقى عشان الحكايه ما توش مننا. احنا عندنا معلومات كتيره جدا وكلها كلها عشان تتكلم في معلومه لازم تتكلم على الثانيه في المساء، وبالنسبه لينا كلها حاجات جديده علينا. طب هقول لحضرتك حاجه برضو. طب عشان استاذ محمد بس في حاجه ثانيه يا استاذ محمد. هو بس ده اللي انا كنت عايز اقوله فيه. لا ما احنا ان شاء الله هتبقى معانا هي كل اسبوع ان شاء الله يعني. يا ريت يا استاذ ابراهيم. ما لغايه يعني انا يعني تخيل حضرتك يعني ربنا ان شاء الله ان شاء الله صراحه يعني احنا بنستفاد منها جامد يعني. ماشي يا استاذ محمد شكرا. طيب بس عشان ترد عشان في تليفون بس اوكي يعني شكرا طبعا للاستاذ ابراهيم. انا يعني استاذ محمد انا بالصدفه معايا يعني في فيديو ملخص لو انا عايز اتكلم عن هارب شويه. انا مش عارفه المساحه اللي فاضله قد ايه، لان في موضوع انا عايز اتكلم فيه. انت فتحت الموضوع الاقمار ودخلنا في حواديت كتير. طب نشوف استاذ محمد بقى الاسكندريه وبعدين ايه نتكلم بقى في الموضوع ده. ايوه استاذ محمد. استاذ عبد الله من الشرقيه. استاذ عبد الله. استاذ ابراهيم ازيك يا استاذ عبد الله؟ اكرمك يا فندم. انا بشكر حضرتك والله على اللقاء الجميل دوت وعلى استضافتك للدكتوره، بس كنت حضرتك بدي اسالها بس معلي حسك والنبي يا علمنا الصوت يا جماعه هنا بدي اسالها بس الوقايه من اللي هو الكوموتريل دوت او المصل ايه هو اللي نعرفه يعني حضرتك بس. شكرا كده على حاضر. شكرا. الوقايه من اللي هو مغرقنا ده كله، الوقايه من الكوموتريل ده ايه؟ هو بصراحة الكيمترال كيمترال التقليدي يعني اتعملت له ثلاث تقنيات. التقنيات دي على فكرة تبع الجهات العسكرية فأنا غير متاح إن أتكلم عنها، إن اتعملت له ثلاث تقنيات بس اللي هو الكيمترال التقليدي اللي هو اللي خلينا كان نعتبر إنه تقليدي عشان لا اللي هو اللي كان اللي هو أبسط أنواع الكيمترال اللي هو اللي معتمد على الأكاسيد الألومنيوم وأكاسيد الباريوم. ده اتعمل له ثلاث تقنيات بس لازم يعني ما تستخدمش إلا إنك أنت تحمي منطقة محدودة مش على نطاق واسع. تحمي حضرتك؟ تحمي بس ده
كيموتريل اللي هو بقى البدايات اللي هي القديمه قوي اللي هو الاساسي. انما بقى بعد دخول اللي هو ال كمان ده قبل النانو اللي هي الجراثيم النشطه او الميكروبات اللي هي في حاله نشاط اللي هي مصنعه اوريدي في المختبرات دي، انا يعني في حدود علمي لا اعلم، يعني انا لا اعلم بتقنيات مضاده ليها. تاني حاجه بقى الكارثه الجديده اللي هي بتاعت جسيمات النينو دي، احنا محتاجين نشتغل فيها لان دي كارثه، كارثه بكل مقاييس. طب احنا سيبكم نشتغل يعني دلوقتي مفيش حاجه، مفيش حاجه. هما طبعا موضوع الماجنتيك فيلد ممكن له علاجات، لكن له علاجات بالنسبه انك تحصن، ودي يعني بتاخد تكلفه جامده جدا، ممكن تحصن مثلا منطقه محدوده يعني برضو على فكرة بقدر امكان. صدقني بالله انا لازم النهارده انا كبلد كمصر بقى وكشعب وعايز احمي شعب، وانا ما اعرف النهارده طياره، وانا لو انا ضربت مره طياره بصاروخ والله ان شاء الله ملوم كلهم. أيوة. انما انا النهارده واحنا مزرعه تجارب، ده احنا هن على نفسنا وهن على الدنيا وهن هو على ايه الهدف، ايه الهدف ان احنا يعني عايز اقول على حاجه، ايه الهدف ان احنا بنناقش الحاجات دي؟ مش عشان نقول للناس، ما هنقول طب الناس السؤال المنطقي اللي قاله الاخ عبد الله، طب نعمل ايه بالظبط؟ احنا ليه يعني انا عايزه افهم الناس بطريقه ببساطه، احنا ليه بنسير المواضيع دي في البرنامج؟ مش عشان اقعد اقول للناس خد وخاف وبتاع وانت بيتعمل فيك وبيتعمل فيك، يعني مش ده الهدف. الهدف ان اول حاجه ان المعرفه اول سبل المقاومه. يعني حضرتك مثلا يعني ليك تاريخ عسكري معروف وعارف ان حتى في الحرب ان المعرفه والمعلومات والقدره على جمع المعلومات تمثل 60% من الحرب. فالمعرفه اول سبل المقاومه. احنا عايزين نحس الباحثين اللي احنا عندنا البلد فيها ناس على فكرة، يعني الإحباط اللي جاي للشباب اللي في البلد، الـ 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 الانهزام النفسي، حالات الانهزام النفسي اللي جاي، احنا عندنا ناس من أحسن العقول، عندنا أكبر كم في العالم واخد شهادات دكتوراه واخد كذا وعامل كتب علمية ودارس ومخه زي، يعني للأسف يعني سوري معلش ان انا اقولها ببلدي، الناس هنا في الداخل بتعمل بطريقة اللي هي المثل البلدي بتاع الشطرة تغزل برجل حمار. احنا ما عندناش، احنا ما عندناش امكانيات معامل يعني تيجي واحد على مليون من المعامل الخارجية، ما عندناش ناس تحترم العقلية اللي بتفكر وتحترم أبحاثها. في عندنا تجارة كاملة في الجامعات المصرية، ومع احترام الجميع ده موضوع لازم يصار من أكبر الفساد اللي هو أكبر فساد من فسادات الأنظمة الحاكمة، هو الفساد اللي بيتم داخل الجامعات. أنت عندك تجارة كاملة داخل الجامعات، عندك تجارة للعقول، عندك تجارة لسلب الأشخاص وسلب فكر الحد وسلب مجهوده العلمي، أسوأ وأضل سبيلا من سلب أمواله ومن سرقة البلد ماليا، سلب العقول وسلب المجهود الشخصي بتاع الناس أفظع من سلب النقود. أنت عندك أحسن ناس علماء لو أتحت لهم منظومة، إحنا محتاجين منظومة، محتاجين منظومة، ومحتاجين إن إحنا ناخد الناس اللي عندها حالات انهزامية اللي حصلت اللي حست نتيجة للأسلوب اللي ماشي بفشل في حياتها، لما تستقطب في الخارج، ولما تستقطب في الخارج يعني هما على فكرة عندهم في الخارج لما يستقطبوا العلماء النوابغ ويعيدوا برمجتهم بحيث ان انت تبقى مرسخ للبلد اللي انت بتشتغل فيه، لما يقضوا عليك داخليا. احنا عايزين البلد تساعد طيب. ان هي تعمل منظومة طيب. تجمع فيها الناس أنا دي انا 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 بعتقد يعني عايزين نشتغل على التقنيات طيب. المضادة طيب. احنا عايزين نشتغل كيمتريل ده غاز اما بينزل بدنه بالصورة الغازية بتاعته بينزل على الارض اكيد هو بينزل ينتشر، احنا شفناه هو بيبقى ايه مضغوط وبعدين بيقوم مثلا ماشي زي الخطوط هو من كده. من حكمه ربنا انه ممكن يمشي وممكن تاثيره يعني الهواء بيشيله ممكن ربنا هو برضه بيسيطر ممكن يبتدي بقى ينزل على المنطقه هو برضه ممكن لما بيجي احنا عندنا برضه يعني يمكن هقول لك ايه يمكن المجاري اللي طالعه دي يمكن يكون بتموت يعني هم عاملين كيمتريل فالمجاري بتموته اصلا تموت كيمتريل ممكن انا يعني هقول لك ايه